حرصت المصورة الكويتية إيمان السعداني على زيارة ساقطري لاستكشاف هذه الجنة على الأرض على حد قولها، وتوثيق الجمال الساحر الذي تنعم به الجزيرة. موقع CNN بالعربية نشر ما قالته المصورة الكويتية عن سقطرى، التي وصفتها أنها بمثابة حلم بالنسبة لعشاق المغامرة وهواة التصوير، وأنها سمعت قصصا وأساطير عديدة حول جزيرة سقطرى وطبيعتها النادرة وتاريخها الضارب في القدم وتميزها عن بقية جزر العالم. وخلال استكشافها للجزيرة، حرصت المصورة الكويتية على توثيق شواطئ سقطرى التي وصفتها بأنها من أجمل ما رأت في العالم، لافتة إلى أنها جزيرة بكر وصنفت كأحد مواقع التراث العالمي. وقالت بأن شواطئ الجزيرة تتميز بخصائص فريدة، حيث توجد كثبان الرمال البيضاء بالإضافة إلى وجود الشعاب المرجانية واللؤلؤ ومياه البحر النقية الخالية من عوامل التلوث، مضيفة أن أرخبيل ساقطري يشكل نظاماً أيكولوجياً بحرياً مستقلاً ويمتاز بأهمية بيئته، إذ تعد الجزيرة واحدة من أهم 4 جزر في العالم من ناحية التنوع الحيوي النباتي، وموطناً لآلاف النباتات والحيوانات والطيور المستوطنة والتي نسجت حولها العديد من الأساطير. وحاولت العدساني خلال عملية التصوير الجوي إبراز الجمال الاستثنائي للجزيرة وتفردها عن باقي جزر العالم. اللقطات الجوية ومقاطع الفيديو التي سجلتها العدساني لأنحاء الجزيرة نالت الثناء والإعجاب من قبل متابعيها على منصات التواصل الاجتماعي، الذين تفاجأوا بالمشاهد الساحرة للجزيرة. وقالت العدساني إن الكثيرين من متابعيها لم يعرفوا عن الجزيرة وجمالها وتساءلوا عن كيفية الوصول إليها، لافتة إلى أن عشاق المغامرة والطبيعة والتصوير يتوجب عليهم عدم تفويت فرصة زيارة أرخبيل سقطرى، حيث سيفتنون بجمال الجزيرة البكر وطبيعتها وكرم أهلها.